ومن ثمار التقوى دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومن ثمار التقوى أن التقي من أولياء الله تعالى. دار تبقى ولي؟ أي ما إلا يجيب لك سبحة ويكون أبوك شيخ فلان حتى أن تبقى ولي لك. أنت منو؟ محمد. محمد ود منو؟ ود عمر. لا ما ولي. وإنت؟ والله أنا عثمان. عثمان ود منو؟ عثمان ود يادين. لا ما ولي. وإنت؟ أها اسمي محمد. محمد ود منو؟ ود حسنين. ما ولي. وإنت؟ والله أنا اسمي تاج السر. تاج السر ود منو؟ ود الكباشي. بس إنت ذاته يا زول. ولاية بالأبو؟ الولاية بالأبو يا ناس، ولا الولاية بالإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. مؤمن وتقي، أنت بتكون ولي لله تعالى، كما قال ابن كثير وكما قال السعدي رحمه الله تعالى وجمع من المفسرين.